على المسلم في جميع أحواله أن يكون على طريقة أهل السنة والجماعة، لا على طريقة أهل الضلال من الخوارج ومن شابههم، حتى إذا مات يموت ميتة حسنة طيبة، خصوصا مع الفتن يكثر الطعن في الولاة وفي الخروج عليهم، وهذا مناف لمعتقد أهل السنة والجماعة. وأيضا يكثر مفارقة الجماعة وما عليه جماعة المسلمين، هذا خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولذلك عند ابن حبان: ومن مات وليس له إمام، يعني ولي أمر، ومن مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. وعند أحمد: ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. وفي رواية: فإنه يموت موت الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يعترفون برؤساء ولا زعماء، كل يقدح من رأسه فيموت كموت أهل الجاهلية. عظيم خطر ما صنع وفعل، هذا اعتقاد. الخروج على الولاة والطعن فيهم ومفارقة أهل الجماعة هذا اعتقاد فاسد.